السلام عليكم. القوات المسلحة الإيرانية عضوية إسرائيل في سنوتكوم تهديد للمنطقة، ولن نتسامح معها وسنرد عليها. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكد رئيس هيئة الأركان والقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن عضوية إسرائيل في القيادة المركزية الأمريكية سنوتكوم ومشاركتها بالمناورات تعد تهديدا للمنطقة. وخلال لقاء مع نظيره الباكستاني نديم رضا، قال اللواء باقري إن الكيان الصهيوني هو على رأس التدخلات في المنطقة وسبب عدم الاستقرار فيها، لافتا إلى أن هذا الكيان يحاول إقامة علاقة مع دول المنطقة وتحقيق أهدافه من خلال هذا الأمر. واعتبر باقري أن عضوية الكيان الصهيوني في القيادة المركزية الأمريكية سنوتكوم ونشر المعدات ومشاركتها في المناورات تهديد للمنطقة، حيث حذر قائلا لن نتسامح مع هذه التهديدات وسنرد عليها بالتأكيد. وأوضح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن تشكيل الجماعات الإرهابية والتكفيرية في المنطقة خاصة في سوريا والعراق هو حال أخرى من انعدام الأمن، والتي خلقها وشجعتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة التي تقع فيها إيران وباكستان مهمة وحساسة للغاية، خاصة أن التطورات الأخيرة أدت إلى تدخل دول خارج الحدود وخلقت مشاكل في المنطقة. وفي إطار حديثه عن العلاقة الثنائية بين باكستان، قال اللواء باقري لا شك أنه في السنوات الأخيرة وبجهود قادة ومسؤولي البلدين شهدنا تطورا جيدا للعلاقات، مؤكدا ضرورة استمرار هذا التطور. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.